أكد العميد الركن الدكتور الشيخ محمد بن محمد الخليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب مواصلة إدارات ومديريات شرطة محافظة المملكة في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التزامهم بالتدابير الاحترازية والوقائية التي تشمل ارتداء كمامة الوجه والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والمحلات التجارية، مع التشديد على مخالفة غير الملتزمين بذلك. وأضاف أن وزارة الداخلية مستمرة في تنظيم الحملات التوعوية الخاصة بالطريقة الصحيحة لارتداء كمامة الوجه والموجهة للمواطنين والمقيمين في الأماكن العامة كالطرقات والأسواق والمحال التجارية والمنتزهات والسواحل والمماشي، حيث تم رصد العديد من المخالفات لحالات ارتداء كمام الوجه بالطريقة الخاطئة، وذلك بوضعه أسفل الأنف أو أسفل الذقن، حيث يقوم أفراد الشرطة بشرح الطريقة الصحيحة تفاديا لانتشار فيروس كورونا. كما أن هذه الحملات تقدم بأكثر من لغة لإيصال كافة المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من العمالة والجاليات الأجنبية المقيمة في مملكة البحرين.